انا مصاحبها مع القواويت، ما كاينش جديد معلم نتعول. علاش مشيتي لديك الريستور؟ علاش كنتي كتقلب؟ نعرض على ميمي. وده قوة ظريفة هذا عندها. قال لك سيدي بغى يمشي يعرض على ميمي، بغى يدي القحيبة ديالو يمشي يعشيها في الكتر سيزون. وانت كتفهم في التطواش، في الشراف، في التقحبيل، في التبزنيز. وشوف شي الحوايج غيدخلوا هنا ولا طلعهم مقرك. اما تكون راجل، اما ندفن دين امك.